وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله انا دياني كي سوال جون هنوكو منشي زودي نشاها يدولي مانوش بار نماز السلوش دين فجن توكو بلنو بو حدو حتى ينصح ينو تاني انا رسوال الجواب لي رحاضر يشاقلو بالله التوفيق انا رسوال الجواب يدي اسلام امد نشاها انر مت پانگرانر بشا بشي وعيدك كال قرآن ار حديث امد بجن بجي الله سبحانه وتعالى قرآن پاک مده شیطان را عمل لین هیه شیطان را حس نشان یعنی شیطان را حس زبانی کی ملعون شیطان است شیطان را حس یعنی انسان را حس نه مسلمان را حس نه اندلا سنن و ابی داود در 3180 نومبر حدیث مده الله سبحانه وتعالى نشان هو یاره لعنت گوجه عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدعا جزء الله تعالى لعنت كروكين هيره حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نشاهو ياره كعابد وثن بوتفد يدل ان هي تي خلاصه هتا نشاهونر بشابش وعيدك كلاسه الرسول صلى الله عليه وسلم ام الخبائث ان هي نشاهون منوي اجتنب الخمر فانها ام الخبائث عندنا لك سنن النسائي 5600 حق سنمبر حديث محمد أشي اجتنب الخمر فإنها أم الخبائث إن هي تو يار بعد خلاصة هتا بشا بشي بعيد بكل هذه نشاه هنر تو بايا دي نكي سوال كجي نشاه هر حد دولي سلج دين فجنتا يعني ایک سلج دين فجنتا نماز قبول نقول بخد ديان صحي نه ایک سلج دين حد ديان صحي نه سلج دين فجنتا حد ديان صحي دن دلاني كي سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه روايت رسول صلى الله عليه وسلم فرمد من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا بس صلاة 40 صباحا صلاة فلن نصح بشي خنوق من شد دي نشاها يدولي نشاها يردو يبقى تمو الشدولي يعني يبقى تندو دي نشا دو جدولي مطان غريوري مطايوري صلش دين يبقى نماز قبول نغريبو انه دو دي بقى ان شاء الله مريض دارغو ديولي يبقى جهنم دارغو فان تاب تاب الله عليك توبه غريب الله تعالى توبه قبول غريبو لمبا حديث يبقى يدي سنن ابن ماجر تنادار تنشا شتر اشتر نمبر حديث دبار ناصر الدين الباني رحمه الله صحيح ابن ماجر مده يبقى تصحيح جي تهون هتو يدي سلو دي مجد نماز قبول نو بباني سلو دي مجد نماز فرانو بري بدا تيار ار جواب يدي سلو دي مجد نماز قبول نو بباني يبقى رو هده قبول اجابة ترنو في يعني سلو دي مجد نماز ري بيسو اپنا فائبو دي كندو نماز حاما كيبا تو فرا فوري بو নামাজ ফরার হদলে ইবার হলে দিয়ান নাকি নামাজ ফরানোর কান জিম্মা আছে আল্লাহর কান দায়িত্ব আছে দায়িত্ব কান আদায় যাবো গই নামাজ কেন ফরজ বলি হই ওরে 40 দিন হইতে নদরিব আল্লাহ ওয়ালাকিন নামাজ সোয়াব না পাইবো এমান আমরাত দেন্দ্রা নাকি ইমাম নবী রাহমাতুল্লাহ আলাই আর অন্য অন্য জমহুরুল মুহাদ্দিসিনর ফাইসালা হই দেন দিলা আশা করি অনেক সওয়ালের জবাব বুঝি ফেজন আল্লাহু আলাম